السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في واقعة متكررة، اندلع حريق يوم الأحد داخل مخيم بحركة النازحين قرب أرب العاصمة إقليم كردستان العراقية الذي يضم آلاف النازحين من مدينة الموصل شمال العراق، وأنباء عن وفاة شخص كحصيلة أولية. اندلع حريق اليوم الثلاثاء، حريق داخل مجمع تجاري في منطقة النجف. حيث أكدت الأخبار أن الحريق اندلع في مجمع لبيع الأساس في الحولي الشمالي لمحافظة النجف الأشرف. وقد استطاعت فرق الدفاع المدني وفرق الإطفاء إخماد هذا الحريق ومحاصرة النيران لمنع امتدادها للمحال المجاورة. على أثار خطية من الصبح حول الشارع 30، حيث يتم الآن تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق. الخسائر إلى الآن مادية ولم يعرف إن وقعت خسائر بشرية جراء الحريق.